هلو يا شباب، احنا المرة دي هنكمل في الجزء ده ان شاء الله. الجزء البارت 2 هيبقى بارت 2 او سكند بارت فور ذيس ليكتشر. والجزء الاولاني المفروض ان هو البرزنتيشن از برزنتيشن هو خلص. مين اللي احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني عن الجورناليستيك ادفرتايزنج؟ افكركم تاني، وي ديسكاست ذا ديفينيشنز اوف جورناليستيك ادفرتايزنج، خلاص، وذر كانت نيوز بيبرز اور ماجازينز، اتكلمنا عنها ان جنرال. واتكلمنا عن، يبقى اتكلمنا عن الفانكشنز، اتكلمنا عن التايبس، عن الكاركترستكس، عن الاليمنتس، وعن البارتس اند تايبس. مش عارفه نقول تايبس ولا لا، ولكن هي البارتس اند اليمنتس. فاتكلمنا عنها كل حاجه ان ديتيل، ولكن كانت جورناليستيك ادفرتايزنج. فهنحط ثلاث خطوط كده او اربعه تحت كلمه جورناليستيك. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على جورناليستيك ادفرتايزنج. طيب المره دي هنتكلم على ايه؟ او السكند بارت المفروض ان هو بيقدم لي the second part من ال presentation أو من الكورس ده، المفروض إن هو discusses the advertising industry itself, which means we are going much closer to the advertising strategy and appeals. ممكن نقول عليه appeals that are usually using in advertising industry. يعني إحنا مش هنتكلم على journalistic advertising بشكل خاص، ولكن advertising strategy, advertising appeals in general. ايه هي التكنيكات، ايه هي الاستراتيجي that usually using in producing advertising. اصلا بنستخدم ايه، المفروض مطلوب مننا نعمل ايه عشان نقدم attracting او objective advertising for the readers. طيب تعالوا نشوف، عندنا حاجه two different او two meanings المفروض ان هم يتعرفوا through this part. حاجه اسمها emotional appeals وحاجه اسمها rational appeals. طيب تعالوا براحة كده نشرح what the differences between emotional and appeals. If you are going to persuade someone about something, you whether persuade him with the logic or emotion. يا اما هكلمك بالعقل، هكلمك logically بالعقل، يا اما هكلمك هخاطب العاطفة اللي فيك او emotions اللي موجودة او feelings اللي عندك او your needs. فعندي حاجة من الاثنين. Biologic، لو انا كلمتك biologic it's going to be more rational. انا بكلمك بعقلي، بكلمك بالمنطق، بقدم لك دلائل، بقدم لك حاجات you should persuade with. طيب هل emotions مهمة في البروسس دي؟ في البروسس يعني هل ممكن اقنع حد بالemotions؟ yes، انت ممكن تخاطب حد وتقنعه فعلا بالعاطفة. depends on his character، ممكن depends on مثلا past experiences whatever هي كانت depends on what، ولكن هي it works. يعني اما اخاطبك بعقلك يا اما اخاطبك بالعاطفة حسب انت محتاج ايه في ال situation، في ال different situations اللي قدامك. طيب so we have or this are emotional and rational appeals. تعالوا نشوف ايه هي ال emotional appeals. اول حاجة بيقولي ان هي psychological and social needs for the consumers like need for fun. طيب لو انا عندي حاجة لان انا ابقى مبسوطة او ابقى سعيدة او playing some fun، هل دي logic؟ لا، دي emotions، دي كلها emotions. هنا بيقول لي انه لما تبقى بتكلم على emotion appeals it's psychological and social needs. So any element included in these terms of psychological or social needs it's an emotional appeal. Attraction, social level, appreciation, and memories—all this included in emotional appeals. It, ممكن نقول عليها it motivates or evokes the emotional of the persons. Most of purchasing decisions depend on emotional approaches rather than logical motivation for purchasing. طيب اديني مثل كده على ايه هي اللوجيكال موتيفيشن، امتى هتفكر بعقلك انك تشتري حاجه معينه او ان انت تقتنع انك تشتريها. It's for a good price for examples، يعني لو كانت حاجه سعرها حلو. So you are going to think logically it's a very good chance to be purchased، حتى لو انت مش محتاجها ولكن انت شايفها good price and good chance chance to be purchased. طيب تعالوا نشوف ال two types أو ال two examples دول. People who need more energy drink Red Bull energy drink. A magazine ad shows people smiling while smoking cigarettes. هو هنا بيقدم لي إيه؟ هل بيقدم لي logical أو rational appeals؟ لا. Completely not. Absolutely not. لا طبعا. People who need more energy drink
هنا بيقول لي needs، هو needs، يبقى هو هنا بيتكلم على needs، بيتكلم على social needs، بيتكلم على حاجة معينة. انه الانرجي، الانرجي او المشروبات الطاقه اللي هي الاعلانات بتقدم لي ان هي ربطتها بالرجوله وقدمتها لي وربطتها لي بالطاقه وساعات ربطتها لي بالهابينس، اتس نيدز، كل دي نيدز. فهي بايولوجيك او يعني من غير ما افكر هي طبعا ايموشنال ابيلز. طب الماجازينز اللي بتقدم الناس اللي بتشرب سجاير او بتظهر لي الناس اللي بتشرب سجاير ان هي مبسوطه، ده ايه؟ ده ايموشنال ابيلز. It's not motivating the logical concepts. It's presenting. ممكن نقول عنها it's presenting emotional motivations, emotional elements, and emotional appeals. طيب. يبقى قبل ما اخش في الجزء الثاني اهم حاجه ان انا ابقى عارفه الايموشن ابيلز، ان هي تاني هفكركم الديفينيشن بتاعها it's very important. هنحط خط تحت psychological and social needs for the consumers. So you are going to deal with psychological needs and social needs included in the emotional appeals. طيب تعالوا خلينا بس اشوف ال minutes. اوكي ستة لسه معانا. تعالوا نشوف ال scarcity appeals. كلمة نقص scarcity appeals دايما بنقول عليها حاجة ان حد عنده نقص في حاجة معينة، حد حاسس ان هو محروم من حاجة معينة. تعالوا نقرأ. When consumer feels that there are product which is very rare، نادرة جدا هي مش موجودة، and it's difficult to get it. تعالوا نتخيل كده في سنة من السنين نزلوا اعلانات ايس كريم معينة وفجأة الايس كريم ده اختفى مش موجود في الماركت والناس بدأت تسأل عليه وتحاول تشوف هو ليه ده مش موجود. وانس ان هو نزل في حتة ما او في سوبر ماركت ما، خلص في اول نص ساعة نزل فيها البرودكت ده. ليه؟ الناس حاسة انه it's very rare، لازم اكون لازم يكون عندي لانه حاجه نادره، هو مش موجود في اي حته، فانا محتاجاه، انا محتاجاه يبقى معايا، فلازم اشتريه على طول وابدا ادور عليه لغايه ما الاقيه. طيب هنا بيقول لي it's a feeling of its value comes around and advertiser usually use this appeal when they are targeting motivating consumers to buy huge amount of the product before it's running out. هو عمال يشجعك، it's بنقول عليها يعني زن كل شويه، انت المفروض تشتري الحاجه دي before it's running، لازم تشتريها لانها هتخلص. It's very limited edition، you should or you must buy it before running and so on. دايما بتبقى السلوجنز بتاعت الاعلانات دي كده على طول مشجعه ان انت يلا قوم دلوقتي اشتري البرودكت دي because it's going to be running out very soon. فmotivating phrases like limited editions, the last day, the last piece, مش عارفة the last كذا may motivate consumers to buy the product as soon as possible. You are going now to buy this product before ممكن نقول عليها before it's running out. طيب when consumers have the feeling of being rare or unavailable, a feeling of appreciating the value of the product generated automatically. طيب تعالوا شويه نتكلم على الجزء ده، هو ليه الناس بتحس دايما ان الحاجه الان افيلبل از فاليبل؟ ليه الحاجه مش موجوده هي فاليبل؟ يعني ايه هي مش موجوده؟ ده معناه ان الناس اشترتها، فده معناه ان هي اتس فاليبل، هي فعلا الفاليو بتاعتها عاليه، فعلشان كده انا هدور عليها وهحاول اشتريها. لما كانت الكومباوندز الغاليه جدا بتطرح الشقه بتاعتها وفجاه تيجي تحاول تحجز شقه وهي اصلا ب 3 مليون ولا ب 4 مليون جنيه، كان بيقول لك سوري اتس رانينج اوت، مفيش، اتس سولد اوت. ليه يا جماعه؟ هو كل الناس معاها المبالغ دي؟ كل الناس بتحاول تشتري الحاجه اللي هي المفروض ان هي تبقى رير، اللي هي ان افيلبل. هي دايما الناس بتفكر بالطريقه دي، بتبقى عايزه تشتري الحاجه اللي مش موجوده لان بالنسبه لها احساسها ان هي بتمتلك حاجه نادره هي مش موجوده، فانت هتبقى شخص نادر او شخص يونيك ان انت تمتلك حاجه انت بس اللي معاك، فالناس بتجري على طول تشتري البرودكت دي، حتى لو اكتشفت بعد كده ان في منها كتير، ولكن بتبقى مبسوط لان انت خدت حاجه هي مش عند حد تاني او مش هيبقى عند حد تاني منها كتير and so on. ولذلك ف فكرة ان انا اشجعك دايما بالجمل بتاعة it's limited editions, it's you have must or you have buy it before it's running out or before it's becoming unavailable, it's very important او بنقول عليها is most used in this appeal. طيب يبقى احنا كده خدنا two appeals، هما الاتنين عندنا
خدنا سوري خدنا خدنا اول واحده في الايموشنال ابيلز، يبقى دي من اول واحده، اول واحده عندي في الايموشنال ابيلز. خلي بالكوا دي تايبس، يعني ايموشنال ابيلز دي انكلودد فيها تحت، تحتها عندي الميتافور ابيل المره الجايه هناخدها، والستاتس ابيل، وبقيه الحاجات التانية اللي ريليتد بالايموشنال ابيلز. والجزء بتاع راشنال ابيلز هو بلون تاني ديفرنت كلر عشان تبقوا عارفين ان ده جزء جديد، ده الراشنال ابيلز. يبقى احنا كل ده من النهارده ان شاء الله لغايه ممكن 2 ويكس كمان هنتكلم على الايموشنال ابيلز. يهمني ان انتوا تعرفوا الديفينيشن بتاعها و the first type of emotional appeals اللي هو scarcity appeal. ان شاء الله المره الجايه نتقابل واديكوا فيدباك عن سوري هديكوا فيدباك في الريكورد الجاي عن الاسايمنت.